الكون مكتملا. سنابل 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 سنابل. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. ونريدك أن تقرأ من سورة الأحزاب من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نريدك أن تقرأ من سورة الأحزاب من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. أحسنت يا عبد المنان، بارك الله فيك. عبد المنان أوقف في مكانك. إذن كانت هذه التلاوة الأولى لعبد المنان، وإحنا طبعاً فاتنا أن نقول إنه هالمرحلة سيكون الاختبار فيها من حفظ الطالب. أبدأ بمعلمه الشيخ يوسف تعليقاً على قراءة عبد المنان سريعاً. ما شاء الله، تلاوة طيبة مباركة من عبد المنان، يعني واضح التغيير الكبير جداً على تلاوته، بل أفضل من تلاواته الماضية بكثير. عليه بعض ملحوظات اليسيرة التجويدية
وهي إتمام بعض الحروف أو بعض الحركات في بعض الحروف من قوله تعالى ما وعدنا الله ورسوله، يعني الضمة كانت ضعيفة شوي في لفظ الجلالة. وكذلك عاهدوا الله، كانت الألف كذلك ضعيفة شوي، عاهدوا الله كان مفروض أنك يعني تبينها أكثر، لكن حتى صياصيهم كانت حرف الصفير شوي فيه ضعف، كان يكون أبرز من هذا بقليل. وبالجملة ما شاء الله تميز يعني في في أداء. شكرا شيخ يوسف. أستمع إلى الشيخ عبد الرحمن تعليق عن تلاوة عبد المنان. أولا أحب أن أشكر حقيقة عبد المنان على هذا على هذه القراءة الجميلة، لأن هناك تحسن كبير في القراءة وفي الأداء، القراءة راسية هادية ما شاء الله تبارك الله. هذا يدل على اهتمام من الطالب ويدل على اهتمام من شيخه أيضا، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الأمور الخفيفة. أنا يعني أؤكد على كلام الشيخ يوسف في موضوع الهمس، حتى في كلمة أهل كان الهمس فيها ضعيف. الأمر الآخر، في عندك الواو في ورسوله تطأوها، ما أعرف يعني عن طريق السماع في الواو صوت فيها بيختفي، هل هو بيروح للخيشوم أو أن الفتحة بين الشفتين بتضم زيادة فالصوت ما بيخرج؟ أنا ما بعرف لأنه ما استطعت يعني أصل للمشكلة، لكن عندك فيها مشكلة. الأمر الثاني، في ينتظر لا ترقق الظاء هنا حتى إن كانت مكسورة، ينتظر الظاء هنا لا ترقق أبدا، الظاء هنا مفخمة من الحروف العربية من الحروف القوية، فما ترققها أبدا الظاء. هذا الذي عندي. شكرا شيخ عبد الرحمن. أستمع إلى تعليق الشيخ صابر على قراءة عبد المنان. الله يحفظك يا عبد المنان، أنا من بداية قراءتك اليوم وفي بهدوئها ورسوتها وجمالها اليوم قلت ما شاء الله عبد المنان، ما شاء الله يمكن شهر ونص تقريبا شهرين يا شيخ يمكن يتدرب، ما شاء الله تبارك الله قراءتك أروع ما يكون اليوم، أفضل من كل مرات السابقة فعلا، موافقة للمشايخ الكرام. لكن من باب أنك تستفيد في الأيام القادمة بإذن الله، الهمس كان ضعيف جدا بصورة عامة في حرف الفاء، الفاء كله كان يخرج منه الهمس ضعيف، وحتى كان في كلمة خيرة الخاء أيضا خرجت ضعيفة. لما قلت كثيرة في الآية الأولى قلت كثيرة را خرج المد من الحلق، يعني فيه شيء من اللي بسموه التقعر، لكن كثيرة را غير را را ليس فيها شيء من حروف الحلق. إن شاء قرأتها كذا، إن شاء انطبقت الشفتين عند الإخفاء، وهذه من تخصصات الشيخ يوسف اللي نبهنا إليها واستفدنا من وجودنا مع الشيخ فيها. ينتظر إضافة لما قاله الشيخ، الظاء خرجت شديدة محبوسة، يعني كانت ضعيفة نعم ومحبوسة أيضا وليست رخوة أو رخوة كما ينبغي لحرف الظاء، لكن في الجملة قراءتك كانت أروع ما يكون، نسأل الله لك التوفيق والسداد. شكرا لك الشيخ صابر الشيخ عبد الرحمن والشيخ، شكرا لك يا عبد المنان، يعطيك العافية على هذه التلاوة.